خلاص كده زي عند زيد النمره. يبقى اذا سوغ الابتداء بها وهي نكره قصد الجنس، هذا هو المسوغ. يعني معنى هذا انه يجوز الابتداء بالنكره اذا كان هناك مسوغ، وهي إما نقلية وهي ما كان من الكتاب والسنة والإجماع، وإما عقلية. طيب كيف يكون الكتاب نقل مثلا؟ قال الله، والسنة قال رسول الله، كيف يكون الإجماع نقلا؟ لأنه مستند إلى النقل، إلى النص. فالإجماع لابد أن يكون مستندا إلى إيه؟ إلى نص. وإما عقلية وقد ذكرها بقوله أقسام هذه الحجة العقلية خمسة جلية: خطابة وشعر وبرهان وجدل وسفسطة. فهذه هي الحجج العقلية الخمسة. إذا ما هي الحجج العقلية؟ إما الخطابة أو الشعر أو البرهان أو الجدل، والخامس هو السفسطة. هل السفسطة لمغالطة؟ كيف تكون حجة؟ لأنك ممكن أن تحتج بها ولكن على سبيل المغالطة، فهي في الظاهر حجة. يعني أنت جعلتها حجة، ولكن جعلها حجة إنما هو على سبيل المغالطة، يعني ليس على سبيل الصواب. يلا شوف. خطابة شعر وبرهان جدل وخامس سفسطة ملك الأمل. أولها خطابة، وهي قياس مؤلف من مقدمات مقولة لصدورها من معتقد كولي من معتقد كولي من مقدمات مضمونة كقولنا. يعني مثلا ايه معنى الخطابة؟ الخطابة تجد مثلا الخطيب يقول كلام يؤثر في النفس ويقبله السامع، ولكنه مؤلف من مقدمات مقبولة. ما معنى مقبولة؟ يعني مرضية، يعني يميل إليها السامع. لماذا يميل إليها السامع؟ لأنه مثلا صادرة من ولي، يعني ولو كان بحسب الظاهر، يعني ينظر إلى هيئته فيجد يعني مسبحة ولحية وسواك فيعتقد ولايته. وطالما الإنسان اعتقد ولاية رجل أو امرأة يسلم أو يقبل ما يقول، لأنه يظن أنه لا ينطق عن الهوى ويعتبره يعني إيه؟ معصوما من الخطأ، يعتقد ذلك بحسب الاعتقاد. هذه هي الخطابة، يا إما تعتمد على مقدمات يقبلها السامع أو مظنونة، يعني يغلب الظن على أنها إيه؟ صحيحة، كقولنا كل حائط ينتثر منه التراب ينهدم. يبقى لما أقول له شوف كده أن هذا الحائط الذي تبنيه لا بد أن تؤسس على أعمالك على البر والتقوى، وأن تريد بها وجه الله، لكن إذا أقمتها على غير الإخلاص وغير التقوى فإن ذلك لا يدوم. وهذا كمثل حائط ينتثر منه التراب ثم يؤول إلى الهدم، وتضيع هذه الأعمال سدى، ولا أجر لك في الآخرة أيها المسلم، فاتق الله. تجد الإنسان ينفعل، ممكن يتأثر ويبكي، والخطيب يمثل، لا يكون تكون هذه صنعة له وليس هو متأثر في الحقيقة.
ونحو فلان يسار العدو فهو مسلم للثغر، يعني تحدث مسارة، يعني محادثات خفية أو مراسلات لاسلكية مثلا بينه وبين العدو، يبقى هذا لا يحافظ على الوطن، وربما إيه يسلمنا للعدو. ونحو مثلا من هذه المقدمات الخطابية: فلان يطوف بالليل بالسلاح فهو متلصص، يعني إنسان بيحمل السلاح ويطوف في الخفاء، فربما يكون لص وربما يكون شرطيا. ولهذا قال المقدمات مظنونة، يعني هل كل من يسير أو يحمل السلاح في الليل معناه أنه لص أو يريد أن يقطع الطريق على المرة؟ لا. ولهذا سميت المقدمات ظنية، يعني ليس هذا يقين، لربما يكون ليس لصا وليس هكذا، يعني ممكن فلان يطوف بالليل بالسلاح فهو متلصص، يعني يتلصص أو يترصد الناس. والغرض منها يعني من المقدمات المقبولة ترغيب الناس فيما ينفعهم كما يفعله الخطباء والوعاظ. ولذلك الخطابة أهم عنصر فيها الترغيب، والترهيب، يعني إما تبشر الناس وتفرحهم وتعظهم وتمنيهم، أو أنك تخوفهم وتحذرهم وتنذرهم، وهكذا. هذا هو شأن الخطابة. أهم عنصر في الخطابة هو الإثارة، لابد أن تثير السامع وتحرك الساكن فيه، ده الخطابة. لذلك الخطبة فيها انفعال، فيها تأثر، مبنية على على كلام مقبول، يعني يقبله السامع. لماذا يقبله؟ لأنه يعتقد في قائله الصلاح أو التقوى أو الولاية. وبعض الناس ينظر إلى العالم الأزهري على أنه نبي من الأنبياء، يعني إمامة ولحية وهكذا، فيعتقد فيه أنه يعني معصوم من الخطأ، فيسلم بكلامه كما يفعل العوام عندما يسأل شيخا عن حكم في الزكاة أو في سجود السهو، فإذا أفتاه قبل قوله دون أن يسأله عن الدليل أو عن الحجة، لأنه يعتقد أنه هو الحجة أو أنه هو الدليل. هذا شأن كثير من العوام. ثانيها، يعني ثاني الأقسام الخمسة للحجة العقلية. إذن الخطابة دي لا يقال إنها حجة نقلية، وإنما هي من أقسام الحجة العقلية، لأنه في خطابة سياسية، يخطب في الجيش، يخطب في النادي، يخطب في فرح، في مناسبة، في مأتم، يخطب في قومه، يخطب من أجل العصبية، يعني ليس بشرط أن يذكر فيها هذه الخطابة اللي فيها القرآن والسنة، دي اسمها خطبة الجمعة، خطابة إسلامية، في خطابة قضائية، يعني يترافع أمام القاضي ده بيخطب ويقول كلام مقبول عند القاضي أو في المحكمة، ولكنه ليس حجة، لأنه ممكن أن تكون المرافعة مقبولة أو غير مقبولة. يبقى إذن هذا كله مجال واسع، يعني مجال الخطابة واسعة جدا، وليس هي محصورة في الجانب الديني. الخطبة الدينية ده نوع. بعدين محمد. وثانيها شعر، وهو قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس. الشعر ده عبارة عن الفرق بينه وبين الخطابة؟
الشعر له حاجة تنبسط، يعني يحصل النفس انبساط وانسجام، أما الخطابة النفس تقبلها لأنها مقبولة أو مبنية على مقدمات ظنية، إنما الشعر تنسال معه النفس وتنسجم، يعني زي كأنه نوع من السحر كده، يعني كأنه شعر وسحر، شيء يداعب النفس أو يلاعب هواها. قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنفر، نحو الخمر مقوية سيالة أو ياقوتة سيالة، أو تنقبض منها النفس نحو العسل مرة مهوعة. يبقى يعني إيه مثلا الخمر دي ممكن يخليك إيه يمدح فيها الشاعر، يخليك تميل إليها ونفسك تنسجم معها، يقول لك مثلا رق الزجاج وراقت الخمر فتشابه وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. فالنفس يحصل فيها خيال وانسجام فتقبل هذا الكلام، ويعلم الذي يقبل هذا الكلام أن قائله كذاب، لكنه أراد يعني صنع له شيئا من السحر، كالقصائد التي تلقى بين الملوك والسلاطين فيدفعون الأموال الطائلة في المدح الكاذب، كما قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. شوف كده، يعني حتى قال قائلهم لما اقترب شهر الصيام ومضى كان مضى من شعبان 20 يوما واقترب الصيام، فبيقول له إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، يعني اشرب كثير نحي رمضان ما فيش شراب. إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان عن الصغار، يخليك تشرب براميل الخمر. ثم أقول لك فيها أوصاف يجعلك تميل إليه، يقول لك ياقوتة سيالة، عارف الياقوت ده؟ الياقوت ده حجر، فجعله سيال يعني سائل، يشرب كأنك بتشرب ياقوت أو لؤلؤ أو زبرجد أو مثلا زمرد، مع أنك بتشرب طين الخبال، بس جعلها لك في أجمل أحواله. وممكن يخليك تكره العسل، يقول لك العسل ده عبارة عن قيء الزنابير، حرف الزنابير بتاع النحل لما تقي، لما يقول لك العسل قيء وانت تتذكر أو تربط بين قيء الإنسان فتكره العسل لأنك تربطه بكلمة قيء، يعني ممكن الشاعر يجعلك تحب الأشياء القذرة ويجعلك تنفر من الأشياء الحسنة، وممكن الشعر يجعل البخيل كريما ويجعل الكريم بخيلا، يعني يقول مثلا بعض الشعراء لسيدنا عمر بن عبد العزيز لما وزع العطايا والصدقات للفقراء والمساكين جاءه أهل الشعر يمدحونه وقال لا حق لكم هذا بيت مال المسلمين كيف أعطيكم أنتم كذابون، كما قال الله تعالى في كل واد يهيمون وتقولون ما لا تفعلون. فحاولوا معه فلم يدفع لهم شيئا، كان الملوك قبل ذلك يحبون الملوك الفرس والروم والملوك في العرب يحبون المدح والثناء والإقراء، يعني قد
تصل بهم إلى درجة الألوهية في المدح من أجل المال أو من أجل هذا. فماذا يفعل؟ كان رجلا زاهدا يعني يخشى الله يخاف السؤال، فلم يعطهم من المال شيئا حتى تقدم إليه أحد الشعراء وقال: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ فضحك سيدنا عمر وأعطاه من جيبه. ماذا يفعل؟ وكثير قصص الشعراء يعني غريبة ومدحهم يفوق الخيال، يعني إذا مدح إنسانا يستطيع أن يصل به، خاصة المتمكن من الشعر، أما الغير المتمكن ما لا يستطيع. فشوف لك العسل إيه، مرة مهوعة أو مهوعة، يعني اللون اللي في المرارة الصفراء دي. وضبطه بعض الشروح بعض الشوك بالدال المهملة، يعني إيه المرة دي؟ زي إيه؟ مش مرة، مدة، عارف اللي يحصل ورم في الجلد كده في قيح وصديد، هذه هي المدة. فإذا شبه العسل بها اللي بتنتفخ وتبقى بيضاء ويسيل منها الصديد، يعني شيء أبيض مع شيء يختلط بالدم، فلو شبه لك العسل هل يمكن أن تأكله أو أن تنظر إليه؟ لا. بعد كده يقول لك إيه: الورد صرم بغل قائم في وسطه روث، يعني برضو الورد الجميل اللي رائحته يخليك إيه يضرب به المثل فيما يستقبح، يعني صرم بغل حين يخرجه، يعني الشيء اللي بيخرج من فضلات البغال عند الأراز وباقي الروث في وسطه. والغرض منه ايه؟ الغرض من الترغيب والغرض انك الغرض من الشعر انفعال النفس بالترغيب والترهيب، ويزيد الانفعال بان يكون على وزن من اوزان الشعر او بصوت طيب، يعني تنفعل النفس اكثر اذا كان على سبيل الغناء. في ناس تصرخ في الغناء وممكن يعني يحصل لها شيء من الضرب يفوق السكر في الخمر، وممكن يعني يرمي أموال طائلة على المغنية أو على المغنيات، لأن هذا شيء يعني يجد فيه نفسه أو فيه حياته إلى غير ذلك. وممكن بهذه الطريقة يحصل الإقناع واستمالة النفس. فممكن يؤلف من هذه المقدمات التي تنبسط منها النفس وتداعب المشاعر، يعني شعر لأنه إيه في شيء من مداعبة المشاعر. ولذلك نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعر، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقول. لأن الشعر مبني على الخيال لا على الحقيقة، أغلبه أو معظمه شيء من الكذب. ولذلك لا نذم الشعر كله، لأن فيه أشعار فيها مؤلفات علمية، وفي أشعار فيها قوة حماسة وطنية، في أشعار فيها مديح للمصطفى صلى الله عليه وسلم، في أشعار فيها دعوة إلى مكارم الأخلاق، في قصائد جميلة زي قصائد أحمد شوقي ولد الهدى إلى آخر. فهذه جميلة، ولهذا استثنى الله تبارك وتعالى عندما قال أو في سورة القرآن سماها سورة الشعراء، والشعراء تبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. إذن فهناك قسم من الشعر فيه ذكر لله، فيه ثناء، فيه تعظيم، فيه متون علمية، فيه الشاطبية، فيه الجزرية، فيه البردة، كل هذا من الايه؟ من المقبول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة.
وأمثال ومواعظ وهكذا. يلا وثالثها برهان وهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية كما ما هو البرهان المؤلف من مقدمات يقينية؟ يعني لا يسمى برهان إلا إذا ألف من مقدمات يقينية. إيه الفرق بين البرهان والدليل؟ ها؟ البرهان مركب، يعني لابد أن يكون مركب من مقدمات يقينية، أما الدليل ممكن أن يكون مركبا وممكن أن يكون مفردا، فبينهما عموم وخصوص. البرهان معناه أن فيه تركيب، أما الدليل يمكن أن يكون مفردا. والبعض قال هما مترادفان، يعني البرهان هو الدليل والدليل هو البرهان. ورابعها جدل وهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يكون الشيء مشهورا عند قوم دون آخرين ومن مقدمات مسلمة عند الناس وعند الخصمين، كقولنا هذا ظلم وكل ظلم قبيح، وكقولنا هذه مراعاة للضعفاء وكل مراعاة للضعفاء محمودة، والغرض منه إلزام الخصم وإقناع القاصد عن إدراك البرهان. إذا لم تصل إلى البرهان في طريقة اسمها الجدل. إيه الفرق بين البرهان والجدل؟ إنه البرهان قلنا مؤلف من مقدمات يقينية، أما الجدل لا تكون المقدمات يقينية، لأنها لو كانت يقينية لكانت برهان، وإنما هي مشهورة يعني لها شهرة أو مسلمة. كلمة مسلمة يعني عند الناس، يعني الناس يسلمون بها. هي معنى يسلمون يعني لا يستطيعون ردها، وإما عند الخصم، يعني أهم حاجة يسلم بها الخصم، وليس بشرط أن يسلم بها الناس أجمعون. مثال الأول اللي هي عند الناس جميعا، الظلم قبيح. هل هناك هذه كلمة مشهورة؟ الظلم قبيح، والناس كلهم مشهور عندهم أن الظلم قبيح، وكل قبيح يشين، يعني يشين يعني ضد يزين، يعني يشين يعني يعينه، يعني يجرحه يخدشه، هذا معنى الشين. ومثال الثاني الإحسان خير، وكل خير يزين ينتج الإحسان يزين. ومثال الثالث قول زيد خبر عن، وكل ما هو كذلك يعمل به ينتج قول زيد يعمل به. وقد يكون ده كلام زيد أو زيد عدل عندي لا عند الخصم، وقد يكون أنا والخصم نقر بعدالته. فالمهم في الجدل أن يسلم أحد الطرفين للآخر، وإلا لا تقوم الحجة. يعني أنت مثلا لا تقر بكلامي وإنما هو أقر به، يعني هذا القول الذي تقوله ليس بشرط أن تكون معتقدا له، ولكنك سقته لتقيم الحجة على الخصم. فالمراد في الجدل أن يسلم أو أن يقر الخصم لتقيم به الحجة. ولذلك مثل ما كان من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، كانوا يجادلونهم، قالوا يا نوح قد جادلتنا، بل إن الله تبارك وتعالى أمر سيدنا محمد نفسه بالمجادلة، فقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن الجدال في أصله مذموم. ليه؟ لأن كل واحد من الطرفين يريد المجادلة، يعني يريد أن يرد صاحبه إلى قوله لا إلى الحق، ولهذا سمي جدلا من جدل الحبل، يعني تضع هذه على الثانية وهذه على الأولى على الثانية والثانية على الأولى، هذا هو الجدل من جدل الحبل، يعني إذا لفه إذا وضع
هذه على تلك وتلك على إيه؟ على هذه. أما الحوار، الحوار غير الجدال. الحوار يعني معناه إيه؟ أنه إذا تبين الحق سواء في كلامي أو في كلام الخصم أرجع إليه. فحار في اللغة يعني رجع، قال له صاحبه وهو يحاوره، ومعنى يحور يعني يرجع، كما قال تعالى في سورة الانشقاق إنه ظن أن لن يحور. هي معنى يحور يعني يرجع. إذن الحوار معناها أن يرجع أحد الطرفين المتحاورين إلى الحق إذا تبين له، ولو كان في قوله في قول الخصم. أما الجدال لا، كل واحد يتمسك بقوله ويريد الآخر أن يرجع إليه، يعني كأنه يريد أن يجعله يميل أو يرجع إلى قوله، كل واحد منهما يريد أن يرد الآخر إلى قوله. هذا هو الجدال. زي مثلا أجيب الحبل كده وأرجع هذه، هذا الطرفين، أجيب هذه على هذه كذا، ثم آتي بالأخرى عليها، وهكذا مرة أجيبك عندي ومرة أجيبني عندك. وذلك الجدال ده لا ينفع إلا إذا كان مقيدا بالتي هي أحسن. ولهذا نهى الله تعالى عن الجدال وذكره في كتابه. كلمة الجدال في القرآن موجودة في 30 موضع، 30 مرة في القرآن. أولها في سورة البقرة، الحج أشهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال. ومرة تجي يجادلوكم ويجادلنا، مرة آخر حاجة اللي في سورة المجادلة، سورة اسمها كده، قد سمع الله قول التي تجادلك. وانظر إلى الآية، فيها طبعاً يعني أسلوب يعني قرآني عظيم. نسب الجدال إلى المرأة، لم ينسبه إلى النبي، مع أنه أصلاً الفعل لابد أن يكون جادل، لازم يكون اثنين، زي مادة فاعل أو قاتل، لازم يكون طرفين. فلم يقل أو لم ينسب الجدال إلى النبي، إنما نسبه إلى مين؟ إلى المرأة اللي هي خولة. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فلما دخل النبي معها في الكلام غير الله تعالى الكلمة، قال والله يسمع تحاوركما، شال كلمة، حذف كلمة الجدال خالص. ليه؟ لأن النبي دخل معها في ليه؟ كانت كيف تجادل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يردها إلى الحق، وهي تريد أن ترد النبي إلى قولها، فيقول لها أنت عليه حرام. لما قالت له إن فلانا ظاهر مني، يعني قال لها أنت عليه، قال لقد حرمت عليه. قالت إن لي أولادا إن ضممتهم إليه جاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فكلما يقول لها حرمت تقول له هذه العبارة، فهو يريد أن يردها إلى الحق، إلى حكمه وهو حكم الله، وهي تريد أن ترده إلى قولها. كم مرة في القرآن كلمة الجدال؟ 30 مرة، كلها جاءت في موضع الذم، إلا في موضعين، موضع في سورة العنكبوت وموضع في سورة النحل. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وفي سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فلا بد أن نقيده بالتي هي أحسن. حتى في حق سيدنا إبراهيم، شوف كده، لم يمدح الله الجدال الذي يصدر من إبراهيم عليه السلام. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. القرآن قال له إيه؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني أمره الله أن لا يجادل.
ليه؟ قال إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. إذا ما عدا ذلك موضعين فقط والباقي كله إيه؟ مذموم. لكن هل نجادل؟ نعم، ولكن ولو مع الكفار، ولكن بالتي هي إيه؟ هي أحسن. بس كما قال الله تعالى فالجدال يعتبر إيه؟ حجة. قياسنا الجدل ما ركب من مقدمات مشهورة أو إيه؟ أو مسلمة. شوف كده وسمي بذلك لأنه يقع في المجادلة، وهو حسن إن كان المقصود به حسنا، بل قد يجب كما لو ظهر من يضل الناس في العقائد الدينية أو غيرها، فيجب على من يحسن ذلك مجادلته. يعني قد يصل الجدال إلى درجة الوجوب إذا ظهر من يضل الناس في العقائد الدينية، يجب مجادلته، أي يجب إفحامه، ويجب الرد عليه، ويجب أن يناظر علانية حتى لا يتبع الناس بدعته، أو حتى لا تنتشر دعوته في الناس. بس الغرض يكون إيه؟ حسن. ليس الغرض هزيمة الشخص، وإنما الغرض قمع البدعة أو قمع الضلالة التي يعني يظهرها في الناس، خاصة مجادلة مثلا الوهابية أو مجادلة المجسمة والمشبهة والإنكار عليهم حتى يقفوا عند حدودهم. واضح؟ يعني كان واحد مرة في الحج أو في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ويقول للناس لا تتوسلوا أو لا تدعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شرك أو التوسل حرام إلى غير ذلك. وكان يجادل، يعني لا يقتنع، يقولون له هذا جمهور الأمة دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث رسول الله وهذا أمر مشروع، ويجادل. حتى قال للناس وهو يجادلهم إن هذه العصا تنفع والميت لا ينفع، ويريد أو يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفع بعد موته، ومن توسل به أو دعا الله عنده فقد وقع في الشرك. فأقول لهم هذه العصا تنفع، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا ينفع. قالوا كيف ذلك؟ فكان هناك جمل من الإبل يركض، فقال له أتوسل إليك بجاه سيدنا رسول الله أن تنهض أو تقوم، فلم يقم الجمل ولم يتحرك، فأمسك العصا وحرك بها الجمل فإيه؟ فقام. قال أرأيت أن العصا تنفع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع؟ ففطن إليه رجل من إيه؟ ممن يفهمون في الجدال، قال له هات العصا. قال أيها الجمل أتوسل إليك بحق الله تبارك وتعالى أن تقوم، فلم يقم، فضرب أبو العصا فقام. قال إن العصا على مذهبك أنفع من الله، فبهت الذي كفر. هذا يحصل معهم الجدال حتى يقفوا عند حدودهم، يعني القياس بتاعه قياس جاهل. قال لا لا، هذا على كلامك العصا تنفع والله لا ينفع، إذا قلت له توسلت إليه بالله فلم يقم، فعلم بطلان كلام. يلا اشتغل. وخامس أي خامسها سفسطة، وهي قياس مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة، نحو هذا ميت وكل ميت جماد فهذا جماد. أو زي ما يقول لك السلفية، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، أو القبر ده الوالد ميت، هذا ميت، وكل ميت جماد.
فهذا جماد، يعني معنى إيه؟ لا يسمع ولا يبصر، هو جماد. مع إنه لو فهم حتى الجماد نفسه، الله تعالى يقول وإن من شيء إلا إيه؟ يسبح بحمده. هو جماد بالنسبة لنا، إنما ما في شيء إلا فيه حياة وفيه ذكر لله يدل على خالقه. وليس التسبيح كما يقولون تسبيح بلسان الحال، إنما بلسان المقال، لأن الله تعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهو يسبح، ولو كشف عنك الحجاب لسمعت تسبيحا. ألم يوضع الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم فسمع التسبيح، بل وضع في يد سيدنا أبو بكر فسمع التسبيح. فليست المعجزة أو الخارق في تسبيح الحصى، ولكن الخارق أو المعجزة في سماع التسبيح، لأن كل شيء يسبح، حتى الكافر يسبح بحمد الله تعالى، ولكن يسبح حين أعضاءه، ولكن قلبه إيه؟ يجحد. يبقى إذن عندما أقول على المقبور ميت خبر، لأن الموت ليس معناه جماد، الموت انتقال من دار إلى دار، الموت معناه مفارقة الروح للجسد. ولو كان الميت جماد هل يمكن ينعم الجمال أو يعذب؟ أليس هناك نعيم القبر وعذاب القبر؟ إذا معناه في حياة ولا ما فيش؟ قال تعالى من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك الحياة البرزخية لا يعلم ما فيها إلا الله. ممكن يكون الميت في قبره يصلي ويقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله ويتوسل بالصالحين وفي قبره، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبور لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف يقال إن الأموال، لماذا شرع زيارتهم؟ إذا كان الميت جماد لماذا أزور؟ لما أزور الحائط اللي في البيت، الحائط جماد، لماذا أذهب إلى الموتى وأقول؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويسلم عليه، هل يسلم على جماد؟ فلا تقف عند المظاهر. يعني بعض الناس يقول لك أنتم تذهبون إلى الحديد مثلا في سيدنا الحسين أو السيدة نفيسة، أو إلى الأخشاب وتتمسحون بالأحجار، هذا مغفل عظيم. أن عندما أقبل رأسك وأنت تلبس ليه العمامة، فمن الحياء ألا أنزع فأقبل ليه العمامة، والمراد إيه؟ الرأس. فعندما مثلا آتي عند الحديد أو عند، ليس المراد الحديد ولا الحواجز، إنما هذه حوائل تحول بينك وبين جسد الولي أو جسد النبي الذي هو في داخل القبر. فإذا ما يعني لمستها تبركا، من الذي قال إنه يعني هذا من الشرك؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان يتمسح ويتبرك برمانة المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه. سبحان سيدنا الحسن البصري كان يخطب ويتذكر في الخطبة قصة الجن، فيقول يا عباد الله، كان يبكي، إن الخشبة تحن إلى رسول الله. الجذع لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما صنع المنبر سمع، وهذا في الصحيح ليس في الأساطير ولا في الأكاذيب، في السنة الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، سمع الناس بكاء الجزع، مع أن الجزع كان مقطوع ما كانش فيه حياة، يعني كان جماد. سبحان الله. يعني لا ننكر هذه الأشياء أنها ثابتة وعليها إيه جماهير المسلمين. وشبيهة بالحق وليست به، يعني أقول لك هذا ميت يا شيخ لا ينفع، هذا غير، هذا إيه اسمه إيه
كلام شبيه بالحق ولكنه باطل، كقولنا في صورة فرس، يعني ممكن أن أخذها ومثلا شوف صورة كده بتاعة رئيس دولة أو بتاعة فرس وأقول لك هذه فرس، هي صورة وكل فرس صحال، فهذا صحال، فأنت تصدق، ده اسمه مغالبة، لأن هذا الذي أشير إليه ليس فرس وإنما صورة. دائما أقول لك صورة مثلا رجل قائد دولة، أقول لك هذا ظالم وكل ظالم يجب قتله، فهذا يجب قتله، تروح أنت تقتل ليه الصورة ورقة، زي الناس المجانين يجي في المظاهرات يجيب العلم ويحرق العلم أو يجيب صورة الرئيس ويروح يحرقها. ماذا فعلت؟ حرقت الصورة، عندنا 1000 صورة أخرى بل ملايين. إيه معنى حرق الصور والأعلام؟ هذا كله خيالات. يلا نلت الأمل جملة دعائية تقنية للشيء أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترب. هذا هو أجلها، يعني أعظمها، لأنه هي يقينيات، يعني ليس أمور مشهورة أو ليس خطا، وإنما هو مقدمات يقينية يعني مبنية على اليقين، يعني الجدل، الشعر، الخطابة، السفسطة، وعرف بالبرهان وهو ما ألف ركب من مقدماتنا باليقين تقترن، يعني يقينية، فخرج باقي أقسام الحجة من الجدل وغيره، وبين اليقينيات بقوله كيف نعرف أنها يقينيات؟ قال لك الأوليات، ممكن تقرأ أوليات، يعني أوليات، يعني ما معنى أوليات أو أوليات؟ يعني أمور يدركها العقل من أول وهلة، أي الضروريات التي لا يتوقف حكم العقل فيها على استعانة بحس أو غيره، بل بمجرد تصور طرفين يحكم العقل فيها. يعني عندما نقول الواحد نصف الاثنين، بمجرد ما تتصور الواحد وتتصور الاثنين خلاص تفهم ليه المراد، وعندما نقول الكل أعظم من الجزء، يعني ندركها من أول وهلة، يعني مش عاوز تفكير ثاني، من أول تفكير، يمكن أن أفكر مرة واثنين وثلاث، زي اللي بيحل مسألة في الجبر والرياضة ياخذ وقت، لانه بينتقل من فكر الى فكر ويرتب، انما دي من اول فكره، ومجرد ما يفهم الواحد والاثنين او الكل والجزء يفهم يفهمها، فتسمى اوليات، لان العقل يدركها من اول تفكير، من اول وهله، من اول فكره، وهله يعني فكره، اول ما يفكر يفهمها، ده اسمه الأوليات، يقينيات، يعني يدركها على سبيل اليقين، فلا يشك لحظة واحدة أن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء أصغر من الكل، وأن الكل أكبر. هل هنا عاوز يعني شيء دليل؟ لا. بعدين مشاهدات، وهي ما لا يحكم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين، بل يحتاج إلى المشاهدة بالحس الباطن، وتسمى وجدانيات، كالعلم، المشاهدات اللي هي مش مراد بها المشاهدات الخارجية، وإنما المشاهدات الباطنية اللي هي الداخلية، اللي هي يدركها الإنسان بالحس مش الظاهري، الثانية اللي هي تدرك بالحس أو بالبصر يعني والسمع، دي تسمى محسوسات، إنما دي اسمها مشاهدات. يعني وده تعبير اصطلاحي، يدركها العقل من حس الباطن، وتسمى وجدانيات، يعني إما تسميها مشاهدات أو تسميها وجدانيات، كالعلم بأنك جائع، يعني أنت بتقول جائع، كيف علمت أنك، كيف أدركت أنك جائع؟ هذا أمر وجداني، لأنك تشعر وتحس به، أو غضبان أو متلذذ أو متألم،
يبقى إذن ما هي المشاهدات؟ هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني، زي ما نقول الجوع مؤلم خلاص. وأما التي تدرك بالحس الظاهر فتسمى إيه؟ محسوسات. يبقى إيه الفرق بين المحسوسات وبين المشاهدات؟ المشاهدات تدرك بالحواس الباطنية زي الفرح واللذة والألم والغضب والجوع والعطش. أما التي تدرك بالحس الظاهر يعني بالسمع والبصر والذوق واللمس يسمى إيه؟ محسوسات. بعدين في إيه ثاني يا شيخ محمد؟ مجربات. المجربات يعني يحتاج العقل في الجزم بحكمه إلى تكرار المشاهدة مرة بعد أخرى، كقولنا السقمونيا مسهلة للصفراء أعشاب. لما أقول لك هذه الأعشاب مسهلة يعني للصفراء، أو مثلا إنسان عنده إمساك أو عنده مرض معين وهذا الدواء ينفع، فكيف نحكم بالتجربة؟ أقول لك الحديد مثلا ينصهر عند درجة كذا، نجيب قطعة من الحديد ونضعها في النار ثم نأتي بقطعة، فإذا تكررت التجربة وكان الحكم واحدا خلاص استقر عند الناس. زي الغليان، الماء يغلي عند درجة معينة، والزيت يغلي عند كذا، والزئبق عند كذا، والسوائل الأخرى، هذا كله بإيه؟ بالتجربة. كيف حكم الأطباء على الأدوية؟ كانوا يجربوها الأول على الفئران أو على الحيوانات وبعد كده يعطوها للإنسان. ليه؟ بعد إيه؟ أن ثبتت الصلاحية بالنسبة لمين؟ للحيوانات. نحن لما يصنع الأطباء أو الصيادلة الدواء أول حاجة بيجربوه على إيه؟ الحيوانات، فإن صلح يدور مين؟ للإنسان. أما الدول الغربية المتقدمة زي أوروبا وأمريكا يجربوه على العرب أو على المصريين، فينزلوهم بمنزلة الحيوانات، فإذا صلح ربما لا تنشر الدواء في بلادها ولا أمريكا إلا بعد أن تجربه في البلاد الإسلامية. حتى الأسلحة برضو يجربوها في مين؟ فإحنا محق للتجارب بالنسبة لهم. ومتواترات، وهي ما يحكم العقل فيها بواسطة السماع من جمع يؤمن تواترهم على الكذب. المتواترات لازم يكون فيها أي جمع، بس هنا دخل فيها العقل. كيف نعرف أن الخبر المتواتر ده يفيد اليقين؟ يفيد اليقين. لما مثلا لو أنت إيه يوم الجمعة سمعت كده حاجة دبت في المسجد، فراح واحد أخبرك بأن الإمام سقط أو وقع من فوق المنبر، تتردد، ممكن يكون شباك، يكون مكيف، أي شيء سقط حصل صوت. إنما لو جمع أخبرك ثم جمع أخبر جمع، هنا حصل التواتر لأن هذا الخبر يفيد اليقين. ولذلك التواتر ده يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة، يعني العادة تحيل هذا، هو مستحيل عادي مش مستحيل عقلي، انه كلهم دول يتفقوا على الكذب او يتواطؤوا. انه انا لا بصلي في مسجد مثلا وبصلوا جنبي 10، كيف اتفق ان انا عرفتهم؟ هذا مستحيل في العاده ان انا اكون متفق معهم. فاذا حصل خبر عن طريق التواتر يفيد الايه؟ ها؟ يفيد اليقين. ولذلك مثلا أصبح عندنا يقين بأن الله تعالى بعث إلينا نبيا اسمه سيدنا محمد. ليه؟ الأمة كلها تلقت هذا جمع عن جمع دون إيه؟ ها؟ في كل الطبقات. بل عندنا يقين بوجود الأنبياء سيدنا نوح، مع أنه لم نرى سيدنا نوح ولم يصلنا شيء من أخبار، إنما كله إيه؟ خبر جمع عن جمع. وكذلك العلم بوجود البلاد الكبرى التي لم نرها في حياتنا زي مثلا واشنطن، نيويورك، أوروبا، حصل عندنا يقين بسبب التواتر.
واضح كده؟ فالتواتر ده خبر يفيد الايه؟ اليقين، بس جمع، ها؟ جمع عن جمع. طبعا اختلفوا في اقل الجمع اذا كان، هم يكون ايه؟ جمع. حتى قال ثلاثة جمع، خمسة، عشرة، حتى 300، المهم يكون ايه؟ جمع. وقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهر المعجزة يعني عليه. يعني كون سيدنا محمد ادعى النبوة هذا ايه؟ يعني كل الأمم تخبر بذلك. وظهرت المعجزات، ظهرت نعم، فهذا أيضا نقلت إلينا المعجزات تواترا. يعني مثلا نبع الماء من بين أصابعه، انشقاق القمر، هل احنا رأيناه؟ كيف نصدق به؟ عارف اللي رأوه شكوا، قالوا هذا سحر. ما احنا لم نشك، ليه؟ لأنه وصل إلينا تواترا. عارف لو رأيناه كان ممكن نقول ايه؟ إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني ممكن لو شفته تكفر، إنما لما وصل إليك تواترا قبلت. فالخبر المتواتر يفيد اليقين، إنما أنت لو رأيت بعينك ممكن تشك، تقول خيل إلي، ممكن تقول كده مش كده؟ اقتربت الساعة وانشقوا أن يروا آية يعرض ويقولوا سحر. ذا حاجة خيال، احنا ما قلناش. يلا اتفضل. وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة يقينيات. وحدسيات بتحريك الدليل الضرورة، وهي ما يحكم العقل فيه بواسطة حدس أو ظن مستند إلى أمارة، كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس. يعني الحدس ده يعني بنسميه ايه؟ بنسميه التخمين. يعني زي بص بالظبط كده، عارف الأحواض زمان كان في أحواض كده فيها ماء عشان يشرب منها الإبل، في مثلا مكان يشرب منه الإنسان كده، في كوز أو في حوض كده عشان يشرب منه إيه؟ فالحوض ممتلئ ماء، تجد حول الحوض ماء، يعني فيه تراطيش ماء خارج الحوض. فالحدس ينتقل الذهن إلى أن هذا الماء الذي هو حول الحوض من الماء الذي داخل الحوض. زي مثلا هنا في كوب كده، ووجدت كده ماء حول الكوب، يبقى ما الذي يقع في الذهن؟ أن هذا الماء اللي هو في خارج الكوب من الماء الذي فيه في الكوب، لأنه ليس الماء غيره. فهذا بالحدس. يعني زي بالضبط نور القمر ده بالحدس كده مستفاد من نور الشمس. ليه؟ لأنه بيختلف بالقوة والضعف بحسب قربه وبعده عن الشمس. ما دامت لما يبقى بعيد يبقى أقل، لما يبقى قريب يبقى أقوى، يبقى معناه مأخوذ منين؟ ها؟ من نور الشمس. واضح؟ ومحسوسات، وهي ما يحكم به العقل بواسطة الحس الظاهر. المحسوسات اللي هي تدرك بالحس الظاهر. زي ايه؟ الشمس مشرقة. كيف أدركت؟ بالبصر. طب النار محرقة بيه؟ بالحس، يعني الحس الظاهر. العسل حلو بيه؟ بالتذوق. الحرير ناعم باللمس كده. هذه الرائحة المسك جميلة بيه؟ بالشم. فكل هذا يسمى ايه؟ محسوسات. خلاص؟ يجي الفرق بين المحسوسات والمشاهدات، ان المحسوسات تدرك بايه؟ بالحس الظاهر، والمشاهدات بالحس الايه؟ الباطن. فتلك المذكورات جملة اليقينيات. هذه هي اليقينيات، فأعرفها إنها ستة أوليات، مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسيات، بعدين هي ثانية محسوسات. ممكن من جعل المحسوسات دي أو المشاهدات تشمل الاثنين، ما يدرك بالباطن وما يدرك بالظاهر، لكن حسب الاصطلاح أقسام اليقينيات ستة. فتلك المذكورات جملة اليقينيات التي يتألف البرهان منها لإنتاج اليقين.
وفي ذلك اذا الست دول نسموهم ايه؟ اوليات، خد بالك، مشاهدات، انا عاملها جدول، مجربات، متواترات، حدثيات، محسوسات. كم دول؟ غير السته يبقى معناها ايه؟ ظنيات، زي ايه؟ مشهورات كده، مقولات، مسلمات، مشتبهات، مخيلات، وهميات، كل ده ايه؟ كم دول؟ ها؟ فاذا اليقينيات سته والظنيات سته، وكل واحده تقابلها واحده، بس البرهان يتركب من ايه؟ ها؟ من ايه؟ من اليقينيات. اما الجدل لا، ممكن مشهورات. طب الجدل والشعر برضو من مشهورات او مسلمات، وكذلك الخطابه والمغالطه تتركب من وهميات وهكذا. إذن يعني كانه الحجه اللي هي ايه؟ العقليه او النقليه، واليقيني ستة اللي هو يتركب منه البرهان. أما غير الستة اللي هي الظنيات يتركب منها إيه؟ الباقي اللي هو الخطابة والشعر والجدل والسفسطة إلى أما البرهان لا يتركب إلا من اليقينيات. ولذلك انظر في كلام مثلا السلفية الوهابية المجسم المشبه اليهود النصارى، قال لا يمكن يكون مركب من اليقينيات، لازم يكون ايه؟ هجس كده، امور هج، في قسم جديد كده هجسيات، يعني حاجه كده تكون مش ليس ايه؟ لا يتركب من البرهان، ما فيش برهان عندهم، فيش. قل هات، القران يقول قل هاتوا ايه؟ جدلكم، قل هاتوا سفسطتكم، قل هاتوا برهانكم. عندهم برهان؟ ما فيش، لو عنده برهان كان جابه. من أين يأتي؟ لا يمكن أن يأتي لك إلا بالوهميات، بالسفسطة، يقول لك بيت شعر، يقول لك يجادلونك في الحق، إنما هل يمكن أن يأتي ببرهان؟ فلا يأتي بالبرهان إلا من كان على الحق. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف الآتي: عقلي او عادي او تولد او واجب والاول المؤيد. دولك بعد ما قلنا اقسام الحجه، والحجه قلنا ايه؟ عقليه او ايه؟ او نقليه، تمام كده؟ النقليه خلاص يا اما كتاب او سنه او اجماع. والعقليه كم حاجه؟ خمسه، اللي هي ايه؟ خطابه، الشعر، الجدل، البرهان، إليه السفر، تمام؟ أقواها وأعظمها هو إيه؟ البرهان. البرهان لا يتألف إلا من اليقينيات. طب ما عدا ذلك الأقسام الأخرى، مش الأقسام كم هي؟ خمسة الحجة. الأقسام الأربعة الأخرى ممكن تتركب من غير الإيه؟ من غير اليقينيات. أما اليقينيات دي خاصة بالإيه؟ بالبرهان. طيب إذا ركبنا الحجة يعني قياس أو مقدمتين، فيه سواء كان مغالطة، شعر، خطا، أي حجة، ما أقسام الحجة كان خمسة، حجة عقلية، إذا تركبت من المقدمات يبقى لابد أن تكون هناك إيه؟ النتيجة. طيب النتيجة اللي هي مترتبة على المقدمات كيف ترتبت؟ قالوا شوف في دلالة المقدمات يعني العلم أو الظن به، إما تفيد العلم يعني اليقين إذا كانت برهان على العلم أو الظن بالنتيجة، أي في الارتباط بينهما، يعني بين المقدمتين أو بين المقدمات وبين النتائج، خلاف آت ذكره في البيت بعده: ولما كان للدليل ارتباط بالمدلول سمي ذلك الارتباط دلالة، ثم ذكر الخلاف بقول عقلي أو عادي أو تولد أو والد. كم قول هنا؟ أربعة: عقلي أو عادي أو تولد أو والد.
رأي الشيخ اللي هو الأخضري صاحب النظم بيقول والأول المؤيد، يعني الربط بين المقدمتين وبين النتيجة ربط عقلي. إيه الفرق بين العقل وبين العادي يا شيخ محمد؟ لو جعلناه ربط عقلي لا يتخلف، يعني طالما في مقدمات لا بد أن تكون هناك نتيجة، أو ده العقل. أما العادي لا، ممكن يكون في مقدمات وما فيش نتائج، لأن الربط بينهما ربط عادي، يعني ممكن أن الحق تعالى لا يخلق النتيجة عند وجود المقدمات. ممكن الإنسان يذهل أو ينسى أو يموت أو ينام، فلا إيه تترتب النتيجة أن يكون ذاهلا أو غافلا، أو لا يحصل ربط بين المقدمات فلا تظهر النتيجة. أما الرأي الأول اللي هو العقلي اللي هو أيده مين؟ أيده مين؟ الناظم. لكن الشيخ الباجوري لا، قال الربط بين النتائج، بين النتيجة وبين المقدمات ربط عادي، بمعنى أنه يمكن أن يتخلف، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال عقلي، أي اقرأ أولا. عقلي أي الارتباط بينهما عقلي لا يمكن تخلفه. أيوة. فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم. يعني سواء كان ترتب النتيجة ظنية أو يقينية، هتترتب على المقدمات، ده لا يمكن تخلفه. إذا قلنا بالرأي الأول أنه إيه عقل، هم أربعة. وبعدين بمعنى أن الله إن شاء أوجد بقدرته العلم أو الظن بالمقدمتين أو العلم أو الظن بالنتيجة، ولا تتعلق القدرة بالعلم أو الظن بالمقدمتين بدون علم أو الظن بالنتيجة، فهما متلازمان. يعني معنى عقلي أنهما متلازمان، يعني النتيجة مع تلازما عقليا كتلازم العرض مع الجوهر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق الجوهر من غير عرض، ولا يخلق العرض من غير، فيخلقهما معا أو لا يخلقهما معا. والتلازم مش معناه في أن هذا واجب على الله، لا، لا يريد هذا، لأنه ده قول قال به إمام الحرمين وتابعه فيه الإمام الرازي، ولا يمكن أن نسيء إلى إمامين كبيرين من أهل السنة والجماعة. بس بيقول أن هذا فعل القادر المختار، إن شاء الله تعالى أوجدهما معا، يعني النتيجة والمقدمات، أو لا يوجدهما معا، أو معنى الربط العقلي. لكن لا يخلق واحد بدون الآخر، يعني إما يخلقهم معا أو لا يخلقهم معا، هذا هو معنى الربط العقلي. وهذا لإمام الحرمين وعامين الإمام الرازي، أو يعني بمعنى الواو، أو أن الربط بينهما عادي، يعني بمعنى يجوز تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين، بأن ينتهي شخص في البلادة، يعني يكون بليد جدا أو مغفل أو جاهل، يعلم المقدمتين ولا يعلم النتيجة لعدم تفطنه لاندراج الأصغر تحت الأوسط. أقول له يا ابني محمد ده مجتهد، قلوا ماله مجتهد، طب وكل مجتهد ناجح، قلوا هاك حج جميل، طب يبقى إيه النتيجة؟ يقول النتيجة فيها. أو ده بليد عمار، بقول له محمد مجتهد، وكل مجتهد ناجح، المفروض يتفطن يقول إيه؟ محمد مجتهد، وكل مجتهد ناجح، إذن محمد إيه؟ ناجح، لأنه دخل الحد الأصغر في الحد إيه؟ الأكبر، وكل مجتهد ناجح، وهو مجتهد، يبقى إذن هو ناجح. وأقول أفهم فيه مش هيفهم، يا ابني افهم، محمد مجتهد وكل مجتهد برضه مش فاهم. زمان عملوا إيه؟ كانوا في امتحان في الأزهر يختبر به الذكاء، في ناس من أبلد خلق الله على الإطلاق، فيسألوا الأستاذ، يسألوا في الشفوي، والغريب أن الإجابة في السؤال نفسه، والبليد أو الحمار لا يفهم، فيقول له الأستاذ إيه؟ سام ابن نوح. من أبوه؟ سام ابن
ولد ايه يبوم كده يعني. يقول لا اعرف. يا ابني سام ابن نوح. من ابو سام؟ سام الاجابه موجوده في السؤال. فاراد ان يعلمه فقال له تعالى لما يكون في واحد اسمه ايه علي ومعاه ولد اسمه محمد، يبقى محمد ابن مين؟ ها؟ ابن علي. فهمتوا يا طه؟ محمد محمد علي، مين ابو محمد؟ جه علي. قال له فهمت يا طه؟ راجع للسؤال الاول، سام ابن نوح، مين ابوه؟ قال له علي. خلاص اثبتت. ففي ناس كده في الفهم ايه ما يعني صعب قوي، فممكن ده لا يعني تتخلف معه النتيجه. وانا مره عملت كده في الامتحان، جبت السؤال في القران قال تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء، اكتب الى اخر السوره مع ذكر اسمها، اسمها موجوده. فاللي يكتب في الانعام اللي يكتب في البقره والاسم السوره فين؟ واحد كتب لي في سوره البقره. هل في السؤال اللهم انزل علينا بقره؟ يلا شوف من اعجب ما يمكن انت لما تعيش مع الطلبه الدارسين تجد فيهم من انواع البلاده ما يجعلك تصاب بالجنون. وفي التصوير نظر إن من الشروط التفقم لاندراج الأسر تحت الأوسط. وهذا جابوا كانوا يجيبوا أسئلة للطلاب يقول لك إيه القدماء المصريين لهم اخترعات، أشهر حاجة اخترعها القدماء المصريين عارفينها إيه؟ فن التحنيط، يعني تحنيط الإيه؟ الميت. تجد مثلا الجثث اللي من أيام الفراعنة كانها زي ما هي، الشعر تشوفها في المتحف. فن اسمه فن التحنيط، ده كان من مخترعاتهم. فجاء السؤال ما الذي اذكر اهم شيء اخترعه القدماء المسلمين؟ في طلبه ما كانش حاضره ولا جابت الكتب ولا ذكر. السؤال ما الذي اخترعه القدماء المصريون؟ يقول ايه اخترعه عمر بن الخطاب. فين عمر كده؟ ما فيش عقل، لو في عقل ما يكتبش كده. وهذا القول للشيخ الاشعري او بمعنى الواو. يبقى الاشعري اللي هو امام اهل السنه اختار ان الربط بين النتيجه والمقدمات عادي مش عقلي، وعرفنا الفرق بين العقلي والعادي. العقلي اللي هو لا يتخلف، انما العادي يجوز تخلفه، زي الربط بين النار وبين الاحراق. النار تحرق مش كده؟ يعني اذا كان في نار يبقى في ايه؟ احراق. والربط بينهما ربط عادي، بمعنى انه يمكن ان يتخلف، يعني نجيب حاجه ونحطها في النار ولا تحترق خرقا للعاده. انما لو كان الربط بين النار وبين الاحراق عقلي لما ايه؟ كانت النار بردا كان حرق سيدنا ابراهيم، لو كان عقلي، لان العقل لا يتخلف. او بمعنى الواو اي والثالث ان الارتباط بينهما تولد. تولد ده كلام من كلام المعتزله، بمعنى ان القدره الحادثه اللي هي قدره العبد اثرت في العلم او الظن بالنتيجه بواسطه تاثيرها في العلم او الظن بالمقدمتين. ايه معنى التولد؟ ان يوجد فعل لفاعله فعل اخر. يعني مثلا بص كده، انا حركت اصبعي، تمام؟ ما هو الفعل اللي انا فعلته؟ له حركه الاصبع، فتولد عنها فعل اخر له حركه الخاتم. هذا هو التولد. او تضع يدك في الماء كده، فالفعل بتاعك هو حركة اليد، فتحرك الماء، فحركة الماء يسموها متولدة عن حركة اليد، وهذا باطل. ليه؟ لأن التولد لا يوجد إلا في الأجسام، يعني تلد الأنثى، تلد ليخرج النبات من الأرض، أما التولد في المعاني باطل. وهذا القول للمعتزلة وهو باطل لقيام البرهان على أنه لا تأثير للعبد في شيء من الأفعال الاختيارية. يا
عن التأثير للقدرة القديمة والقدرة الحادثة عبارة عن أنها موجودة عرض مقارن لكن لا تأثير لها البتة، كما قال الشيخ الدردير: فالتأثير ليس إلا للواحد الفخار جل وعلا. أو بمعنى الواو أي الرابع أن الارتباط بينهما واجب بالتعليل، بمعنى أن العلم أو الظن بالمقدمتين علة أثرت بذاتها في العلم أو الظن بالنتيجة. يبقى الواجب اللي هو التعليل ده قوله هي القول الفلاسفة. فنعيد ثاني، كم قول؟ أربعة. العقلي وهذا قول إمام الحرمين والرازي، عادي وهذا قول الإمام الأشعري وقول جمهور أهل السنة، تولد وهذا قول المعتزلة، إيجاب أو واجب وهذا قول مين؟ الفلاسفة، هو باطل أيضا لقيام البرهان على انتفاء تأثير العلة والطبيعة، وأنه تعالى هو الفاعل المختار والأول المؤيد من هذه الأقوال لعدم ورود شيء عليه. طبعا بحسب رأي مين؟ بحسب رأي الناظم. أما رأي جمهور أهل السنة أن القول المعتمد هو القول الثاني وليس القول الأول. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد معنا.